مسلسل فاجابوند أو المتشرد باللغة العربية استغرقت فترة إنتاجه 11 شهراً، أما فترة التخطيط للمسلسل فاستغرقت مدة أطول من ذلك بكثير، ناهيك عن الميزانية الضخمة التي صرفت لتصوير مشاهد المسلسل وهي 21 مليون دولار. أنت تتكلم جد؟ مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. ضرورة السيناريو تطلبت الانتقال إلى المغرب لتصوير أهم وأخطر المشاهد، حيث تم تصويرها بالضبط في الأحياء الفقيرة في مدينة طنجة وأصيلة ومراكش، كما شارك بعض الممثلين المغاربة في المسلسل منهم كمال كاظمي الذي سرق الأضواء بعد عرض أولى حلقات المسلسل على منصة نتفليكس. حيث قام بدور شرطي مغربي يحقق في قضية الطائرة الكورية التي تحطمت في ظروف غامضة وسقطت في بحر طنجة في المغرب. وأيضا شارك في المسلسل الممثل المغربي الشاب مجدي السعيدي بدور موظف مغربي في فندق يقوم بتنفيذ أوامر عصابة كورية للوقوف في وجه الشاب الكوري الذي يسعى لإظهار الحقيقة وراء مقتل ابن أخيه. لماذا تم صرف هذا المبلغ الكبير أو هذا المبلغ الضخم لتصوير المسلسل في المغرب؟ تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى تشادولغون يعمل بديل المشاهد الخطيرة في السينما ودائما ما يتعرض للخطر والإصابات أثناء التصوير. تشادولغون مات أخوه تاريك أنه ابنه عمره 11 سنة، أمه تخلت عنه وهو من يقوم بتربية الطفل، إلى أن تعلق به تعلق شديد لدرجة أن الطفل كان يحلم بأن يصبح مثل عمه عندما يكبر. تشاء الظروف بأن يسافر الطفل وحده في طائرة مع فريقه الرياضي، تم استدعاؤهم من طرف مؤسسة مغربية للمشاركة في منافسة رياضية، وتشاء الأقدار بأن تتحطم الطائرة في ظروف غامضة وتقع في بحر طنجة. أدى تحطم الطائرة إلى موت كل من كان على متنها، قرابة 200 شخص، ومع الأحداث يتضح أن الحادثة لم تكن بسبب فشل في معدات الطائرة بل مؤامرة مخطط لها بإتقان من طرف عصابة قوية جدا. مما يجعل تشادولغون يقرر الانتقام من العصابة التي ستسعى جاهدة بدورها بأن تتخلص منه، ومهارته في تصوير المشاهد الخطيرة ساعدته لإيجاد سبل للتغلب على العصابة والوقوف صامدا في وجهه. من جهة أخرى تقوم الممثلة بايسوزي بدور جوهاري، عميلة سرية في المخابرات الكورية تعمل في السفارة الكورية في المغرب، تنضم إلى تشادولغون للقتال ضد العصابة، والأحداث مليئة بالأكشن والإثارة، فعند مشاهدة الحلقات ستظن بأن مدينة طنجة قد تم تدميرها نهائيا. فعند التحقيق في قضية الطائرة سيتضح أن الشخص الذي فجر الطائرة مختبئ في إحدى الأحياء الفقيرة في مدينة طنجة، وأثناء مطاردته ستحدث مشاهد مليئة بالأكشن والإثارة والدمار تحبس الأنفاس. الممثلة ليسوزين أتقنت اللهجة المغربية بشكل لا يصدق، فكانت تتحدث باللهجة المغربية في مشاهد كثيرة، كما كانت تترجم لزملائها اللهجة المغربية. ما طرقت تصبح ونعرفه الله بكذبتي يا كمان جي نقول لكم ويش داستي في شنة ولا في شهنة، ولكن محرش كنا مثل عايش حتى سمحينا لله سكبنا خاطئك بسمحين. والآن نأتي للإجابة على السؤال الذي ينتظره الجميع، لماذا اختار الكوريون تصوير المسلسل في المغرب ولم يخشوا الخسارة ودفعوا ميزانية تفوق 21 مليون دولار؟ مثلا من يشاهد أكثر المسلسلات الكورية؟ إذا دخلنا إلى قناة بيك هيت لابلز الخاصة بفرقة بي تي إس الكورية، من أين تأتي أغلب المشاهد الهائلة؟ طبعا من العرب وخاصة المغرب. في المغرب الكثير من الكيبوبيين المتابعين للثقافة الكورية بشكل عام،
لاحظ الكوريون الجنوبيون صعود كبير في أسهم مسلسلاتهم الدرامية في سماء التلفزيونات العربية، وتأكدوا بأن لهم جمهور كبير في العالم العربي وفي المغرب خاصة، وهذا ما جعلهم يغامرون بميزانية فوق $21 ويصوروا المسلسل في المغرب. ولكن المغاربة حلمهم الوحيد هو الخروج من المغرب والسفر إلى الخارج. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. وفي الحلقة الأخيرة سوف يتغير مسار المسلسل بعد اكتشاف رئيس العصابة الذي كان شخصا قريبا منهم ويساعدهم، واكتشفوا مخبأ العصابة الذي كان في دولة إفريقية اسمها كيريا. وللعلم فإن هذه الدولة لا وجود لها في الخريطة، وإنما هي في الأصل الصحراء المغربية والتي ستصور فيها أحداث الجزء الثاني المتوقع. وإلى الآن لم تظهر أي أخبار حول وجود جزء ثاني للمسلسل، وإن وجد فسيأخذ وقت كبير في الإعداد والتصوير، وسيتعين على محبي السلسلة الانتظار أكثر من عام على الأقل قبل أن يروا السلسلة تعود للموسم الجديد. ومن المحتمل في المستقبل أن يكون هناك تعاون كبير في إنتاج الدراما المشتركة بين الدول العربية وكوريا الجنوبية لوجود معجبين عرب بالملايين للدراما الكورية. شاركونا في صندوق التعليقات أفكاركم وآراءكم حول هذا الموضوع. أراكم في فيديو آخر شيق وممتع، ترقبونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشتراك. تمام بغيت انا شكونك شنو جاكي شانتا ولا شنو ايغوما بغيت له ايغوما منو بوربيدن منو.